دكتوره مروه كانت تكلمنا عن مشروع ملاذ امن للحياه البريه، وهو مشروع بحسب كلام دكتوره مروه حاجه ضخمه كبيره، مش بس اقدر اقول وطنيه انما عالميه. فتنسيق الجهود، الاستثمارات زي ما استاذ عطاء بيقول، المبادره، الوعد والتمكين ان هي تحطنا في دائره التنفيذ. ايه اللي حصل مع حضرتك، او ايه الخطوات اللي تقدري تقولي مبشره باننا نقدر نبدا مشروع بهذا الحجم؟ هو الحقيقي ان بناء على تكليفات السيد دكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم، احنا بالفعل بدانا ناخد خطوات جاده في ان احنا نحاول ناخد الموافقات لتوفير الارض، لتنظيم التعاون مع المؤسسه، بحيث ان المشروع يبتدي يكون على ارض الواقع، لان هو المشروع هيكون سبب في جذب سياحي مش اقل يعني ما لا يقل عن 500,000 سائح سنويا هيبتدوا يدخلوا لمصر، ويعني وهيبقى فيه طبعا انتعاش اقتصادي، توفير فرص عمل سواء طبعا للسكان المحليين، وزي ما قلت لحضرتك هيكون في مركز تدريب، فحتى هيكون عندنا جيل من الاطباء البيطريين المؤهلين في مجال الحيوانات البريه. كمان هيكون سبب في انتعاش اقتصادية يعني للمحافظة وللبلد كلها، لأن السائح اللي هيدخل يزور الملاذ الآمن هيحب ان هو يشوف باقي المناطق السياحية الموجودة في الفيوم، فطبعا هيعمل انتعاش اقتصادي رائع. الفيوم حلوة لوحدها مش ناقصة جمال يعني، ربنا يخلي لحضرتك. لكن اعتقد انه مشروعات بالحجم ده. اخيرا انا عندي سؤال يعني اساله لحضراتكم، يعني استاذ عطاء والدكتورة مروة، لمشاركتكم في كوب 27 احنا رايحين نعمل ايه ببساطة كده؟ احنا رايحين ننتهز الفرصة، احنا رايحين كمصريين نقدم حلول حقيقية. احنا رايحين مش رايحين بافكار، احنا رايحين بتكاتب بالظبط، احنا رايحين بمشروعات، رايحين بدعم حكومي كبير، ورايحين ب ان احنا حولنا او بيهم معاهم نحول اكبر مشكله موجوده على الكوكب لاكبر مورد موجود على الكوكب اللي هو المخلفات، نقدر نحولها من مشكله لمورد بس بتفعيل الوعود في المؤتمر. ده انا تفعيل الوعود ده انا هتابع مع حضرتك فندم. ده الوعود دي لو ما اتفعلتش احنا هنزعل كلنا. استاذ عطاء يعني بتتكلم عن مشروع قومي، انا اعرف ناس سياح يعني بيجوا مصر بيبصوا على المخلفات اللي احنا بنتعامل معاها كده باهمال وعشوائيه انها ثروه حقيقيه مهدره. فحضرتك بتقولوا ده كلام مهم، استكمالا لكلام استاذ عطاء، حضرتك رايحه مش عايزه تشاركي ازاي؟ ايه اقصى امل ليكي في المشاركه في كوب 27؟ طبعا حابين ان المشروع يعني يشوف النور ويكون موجود على ارض الواقع، حابين يكون في انتعاشه زي ما قلت لحضرتك قبل كده اقتصاديه واجتماعيا وبيئيا، لان المشروع بيخدم فعلا كل الابعاد اللي هي ذكرتها لحضرتك، ابعاد التنميه المستدامه. ان شاء الله نتمنى قريبا نشوفه على ارض الواقع، وندعو حضرتك لزيارته باذن الله. يا رب انا جايه كده كده الفيوم. تنورينا يا فندم، تنورينا. انا بشكر الدكتوره مروه احمد مؤسس مشروع ملاذ امن للحياه البريه، واستاذ عطاء جاد الكريم مؤسس مشروع بنك المخلفات المصري. شكرا. اهلا بحضرتك، نورتونا فعلا في التاسعه.